طيب يبقى احنا قلنا ان الاي والاي عندي في اللغه الالمانيه بيقرا زي الاي، وادي حرف الفي تبقى في في فيدر فيدر زين او فيدر زين او فيدر زين. كلمه او فيدر زين معناها الى اللقاء. الفرق عندي ما بين كلمه تشيس، احنا قلنا ان كلمه تشيس بمعنى سلام، وكلمه او فيدر زين. كلمه تشوز معناها سلام ولكن تقال بين الاصدقاء، بينما كلمه او فيدر زين بتتقال في صيغه الاحترام. لو حد اكبر مني ولا حاجه بقول او فيدر زين الى اللقاء. يبقى انا عندي تشيس وعندي او فيدر زين. ممكن استخدم برضو صيغة بس، كلمة بس بالد. كلمة بس بمفردها معناها حتى، لما بقول بس بالد حتى قريبا نلتقي قريبا يعني، برضو بتحمل برضو نفس المعنى بمعنى سلام. ممكن أقول بس دان، ممكن نقول بس داهن، وممكن أقول بس شبيتر. يبقى كل دول عندي بيحملوا نفس المعنى. بس بالت، بس دان، بس داهن، بس شبيتر، كلهم عندي بيحملوا نفس المعنى بمعنى كلمة سلام. أوف فيدر هيرن، أوف فيدر هيرن، أوف فيدر هيرن. كلمة أو فيدر هير، إحنا خدنا أو فيدر زين قلنا معناها إلى اللقاء. كلمة أو فيدر هيرن برضو معناها سلام، ولكن دي بتتقال في المحادثة التليفونية. يعني لو بتعمل مكالمة تليفونية مع حد وعايز تنهي المكالمة التليفونية بتقول له أو فيدر هيرن، أو فيدر هيرن. يبقى عندي صيغ الأبشيد، صيغ الوداع في اللغة الألمانية. نقول كده كلمة أبشيد بمعنى الوداع، كنا نخليها كده في صفحة لوحدها. يبقى اتكلمنا عن التحيات، واتكلمنا عن الوداع، وقلنا كلمة تشيس بمعنى سلام، أو فيدا زين إلى اللقاء، وقلنا عائلة بس اهي اللي هم بيحملوا معنى برضو نفس المعنى سلام، بيس بالد، بيس دان، بيس تاهن، بيس شبيتر، وكلمة أوف فيدر هيرن، وقلنا أوف فيدر هيرن بتتقال في المكالمة في نهاية المكالمة التليفونية. جوتي نخت، جوتي نخت، كلمة جوتي نخت بمعنى تصبح على خير. جوتي نخت بمعنى تصبح على خير. كلمة جوتي نخت، وعرفنا منين كلمة نخت جت، اتكلمنا من شوية عن اللي تسيها، وعرفنا امتى اللي تسيها بتنطق خ وامتى بتنطق شين. هنا اللي تسيها سبق حرف الآ وبالتالي تقرأ زي الخاء، جوتي نخت، جوتي نخت. ولاحظ هنا ان انا ما قلتش جوتن، انا ما قلتش جوتن زي ما قلت جوتي مورجن وجوتن تاج وجوتن ابند، انما في كلمة نخت بنقول جوتي، جوتي نخت. طبعا الكلام ده ان شاء الله هنعرفه بعد كده. الالمان عندي بيقسموا الكلمات عندي الى كلمات مذكر وكلمات مؤنث وكلمات محايد. كلمه نخت بتعد في اللغه الالمانيه من الكلمات المؤنثه، والكلمات المؤنثه لو سبقها كلمه جوت بتتحول الى جوتي، بينما الكلمات المذكره هتبقى جوتن، جوتي نخت. يبقى كلمه جوتي نخت بمعنى تصبح على خير. يبقى دي بالنسبه لي الصيغ التي تقال في حاله الوداع. نقراهم تاني سريعا. كلمة أبشيد، أبشيد
بمعنى الوداع، تشيس تشيس، أو فيدا زين، أو فيدا زين، بيس بالد، بيس داهن، بيس دان، بيس شبيتر، أو فيدر هيرن، جوتي نخت. نتكلم عن صيغة انتشولديجونج. انتشولديجونج، كلمة انتشولديجونج بمعنى الاعتذار، انتشولديجونج بمعنى الاعتذار. ايه الصيغ اللي بقولها في صيغة الاعتذار؟ عايز تعتذر لحد، هقول ايه؟ خلاص هقول الكلمة دي، هي كلمة انتشولديجونج، لو بتعذر، آسف يعني، سوري. انتشولديجونج، انتشولديجونج بمعنى عذرا، بكلمة انتشولديجونج بمعنى عذرا. في عندي لو قلت توت مير لايت، توت مير لايت، كلمة توت مير لايت معناها يؤسفني، توت مير لايت، توت مير لايت بمعنى يؤسفني. يبقى تاني، يبقى كلمة انتشولديجونج، انتشولديجونج بمعنى الاعتذار، توت مير لايت، وانتشولديجونج، انتشولديجونج بمعنى عذرا، وتوت مير لايت معنى يؤسف. نقف كده شوية عند كلمة توت مير لايت. خلاص كلمة توت عرفنا ان ده حرف الاو، تو توت، وده حرف الاي تبقى مير. نقف هنا عند المقطع الصوتي الاي والاي. الاي والاي عندي في اللغة الألمانية بتقرأ اي اي، يبقى هما الاثنين لما يتجمعوا مع بعض الاثنين بيتقروا اي، يبقى هنا نقراها ازاي؟ تمام، لاي لاي لايت، توت مير لايت، توت مير لايت، كلمة توت لي توت مير لايت بمعنى يؤسفني. نخش على الجزء اللي بعده، دانك اند بيتن، دانكن اند بيتن، دانكن التشكر والرد عليه، يعني عايز اقول لحد شكرا، اقولها له ازاي في اللغة الألمانية؟ لو بشكر حد في اللغة الألمانية أقولها إزاي؟ دانكي دانكي، يبقى كلمة دانكي، كلمة دانكي بمعنى شكرا، دانكي. ممكن أقول فيلن دانك، فيلن دانك، كلمة فيلن دانك، كلمة فيلن دانك بمعنى شكرا جزيلا. أقف هنا شوية عند كلمة فيلن، عند حرف الفاو، ده اسمه حرف الفاو في اللغة الألمانية. حرف الفاو في النطق بيتنطق زي حرف الإف تماما، يبقى وإحنا اتفقنا من شوية إن الإي والإي بتقري إي، يبقى في في لين دانك، فيلن دانك، فيلن دانك، كلمة فيلن دانك بمعنى شكرا، شكرا جزيلا. فكلمة فيلن دانك بمعنى شكرا جزيلا. واحد بيقول لي شكرا، أرد أقول له إيه؟ بيتي بيتي، كلمة بيتي اللي هي معناها العفو. واحد بيشكرني اقول له، بيقول لي دانكي اقول له بيتي. وبالمناسبه كلمه بيتي بتحمل معنى تاني في اللغه الالمانيه، كلمه بيتي ليها معنى تاني،
تحمل معنى من فضلك. يبقى كلمة بيتي تحمل معنى آخر في اللغة، معنى من فضلك. يبقى ايه العبارات اللي بتتقال في حالة التشكر؟ دانكي، دانكي، فيلين دانك، فيلين دانك. بالرد بنقول بيتي، بيتي، وان كلمة بيتي بتحمل معنى العفو، وقد تحمل معنى اخر بمعنى من فضل. طيب تعال نبص على الكلام ده كده. ادي كلمة بجروسونجن، كلمة بجروسونجن بمعنى التحيات. جوتي مورجن، جوتي مورجن، معنى صباح الخير. تتقال من الساعة 6 للساعة 11. كلمة جوتن تاج، جوتن تاج، معنى نهارك سعيد. جوتن أبند، جوتن أبند، معنى مساء الخير. طبعا كلمة جوتن أخت هي طبعا مفروض ليست من التحيات، هي مفروض من الصيغة التي تقال في صيغة الوداع. يعني كلمة جوتن جوتي ناخت هي من الصيغة التي تقال في صيغة الأبشيد اللي هو صيغة الوداع. هالو، هالو، هيرتسليش بالكومن، هيرتسليش بالكومن، هاي. فرويت مش، فرويت مش، كلمة فرويد مش بمعنى يسعدني، عايز أقول يسعدني معرفتك أو يسعدني لقائك. استخدم صيغة فرويد مش، فرويد مش. طيب نقف شوية عند كلمة فرويد مش، فرويد مش اللي هي معناها يسعدني. فرويد مش، احنا اتفقنا قبل كده ان المقطع الصوتي، اللغة تحمل مقاطع صوتية وحروف متحركة. المقطع الصوتي او حرف الاي وحرف الاو اما بيتجمعوا بعض هما الاثنين بيدوني الصوت اي، اي، اي. طب حط قبليه حرف الار تبقى ايوه فرويد، فرويد مش، فرويد مش. بالمناسبة انا ممكن اقرا حرف الار هنا، ممكن اقراه زي الغين، اقول فغايت مش، فغايت مش. وطبعا دي عباره عن لهجات زي ما اتفقنا ان كل مقاطعه او كل منطقه بتقراها بشكل، ولكن حرف الار في اللغه الرسميه لو جه قبليه، لو جه بعديه حرف متحرك بينطق زي الغين، فغايت، فغايت مش. كلمه فغايت مش بمعنى يسعدني. قول مثلا يسعدني لقاء، يسعدني معرفتك، فغيت مش. بل اللي انا عايز اطلع من كلمه فغيت مش ان الاي والاو الاثنين هيتجمعوا على يدوني الصوت اي، فغيت، فغيت مش، فغيت مش، بمعنى يسعد. في عندي تحيه اخرى، ايوه غوص ديش، غوص ديش. كلمة غوص ديش، كلمة غوص لوحدها بمعنى تحية. غوص ديش بمعنى تحياتي، تحياتي لك. نقف شوية عند كلمة غوص ديش. حرف الأو قلنا اتحط عليه النقطتين دول، وقلنا ان هي اسمها اوملاوت جغوس، وقلنا ان ده حرف الاس تسيت، والاس تسيت عندي في اللغه حرف ده كده بيتقري زي، هو عباره عن دبل، عباره عن اتنين اس، دبل اس، وبيتنطق زي السين عادي خالص.
يبقى اس الحرف ده اسمه اس تسيت، بيتنطق زي حرف السين، عبارة عن دبل اس. جروس ديش، جروس ديش بمعنى تحياتي لك. نرجع بقى ليه، يبقى كلمة جوز ديش بمعنى تحياتي لك. كلمة أبشيد قلنا بمعنى الوداع، بنقول كلمة تشيس، تشيس أو فيتازين أو فيدر هيرن، وكمان هنقول كلمة جوتي نخت هننقلها تحت عند صيغ الوداع، يبقى تشيس أو فيتازين أو فيدر هيرن. انتشولدجونج، انتشولدجونج كلمة انتشولدجونج بمعنى الاعتذار، انتشولدجونج بمعنى عذرا، انتشولدجونج، انتشولدجونج. توت مي لايت، توت مي لايت بمعنى يؤسفني، توت مي لايت، توت مي لايت. بيتن اون ذا دانكن، بيتن اون ذا دانكن كلمة دانكي، دانكي كلمة دانكي بمعنى شكرا. فيلن دانك، فيلن دانك بمعنى شكرا جزيلا. وكلمة بيتي، بيتي بمعنى العفو والتفني. ممكن كلمة بيتي بتحمل معنى آخر، ألا هو معنى من فضلك. كده يبقى احنا خلصنا الجزء الأول وصيغ التحيات والوداع والاعتذار والتشكر في اللغة الألمانية. إن شاء الله الجزء القادم هنبدأ نتكلم عن حاجة اسمها الفورشتيلونجن، اللي هو تعرف والتعارف عندي في اللغة الألمانية. نقرأ سريعا كده اللي قلناه النهاردة عشان نختم بيه حلقة اليوم. كلمة بيغوسونجن، بيغوسونجن بمعنى التحيات، بيغوسونجن بمعنى التحيات. جوتن مورجن، جوتن مورجن، جوتن تاك، جوتن تاك، جوتن ابنت، جوتن ابنت. هالو، هالو، هاي، هاي، willkommen، willkommen، herzlich willkommen، herzlich willkommen. وقلنا ان تسيها ممكن تقرأ كاف وخاء وشين، وعرفنا الحالات اللي بتقرأ فيها اللي تسيها امتى خاء وامتى كاف وامتى شين. فغيت مش، فغيت مش يسعدني. بغوز ديش، غوز ديش تحياتي لك. كلمنا عن صيغ أبشيد الوداع، وقلنا في صيغ الوداع بنقول كلمة تشيس، تشيس بمعنى سلام، وأو فيدا زين برضو إلى اللقاء بتحمل نفس المعنى، ولكن قلنا إن كلمة تشيس بين الأصدقاء، أو فيدا زين في حالة الاحترام. بيس بالد، بيس دان، بيس داهن، بيس شبيتر بيحمل نفس المعنى برضو، وأو فيدر هورن، ولكن قلنا أو فيدر هورن بتتقال في نهاية المكالمة التليفونية. جوتي ناخت، جوتي ناخت تصبح على خير. قلنا إن أنا ما بحطش حرف الإن مع كلمة ناخت لأن هي تعتبر من الكلمات المؤنثة. اتكلمنا عن انتشولدجونج الاعتذار، انتشولدجونج بمعنى عذرا. توت ميد لايت يؤسفني. دانكن أوند بيتن اللي هو التشكر. دانكي كلمة دانكي معنى شكرا. فيلن دانك شكرا جزيلا، قلنا إن ده حرف الفاو بيقرأ بيتقري زي الإف. كلمة بيتي بمعنى العفو، وكلمة بيتي بتحمل معنى آخر بمعنى من فضلك. كده اتبقى إن أنا أقول لكم تشيس،
Auf Wiedersehen. ما تنساش لو عجبك الفيديو اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإن شاء الله اللي هيحتاج الملف ده هبعتهوله، اكتب لي فيه الكومنت اكتب لي في الكومنت وانا هبعت لك الملف. سلام.